السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا اليوم هو كيف نقضي العطلة الصيفية. فتلامذتنا وطلبتنا مع نهاية الامتحانات في المدارس والجامعات وبداية العطلة الصيفية ومع توديع عالم الكتب والأقلام، الجميع يبدأ بالتفكير في إجازة صيفية يرجو أن تكون ممتعة. وفي هذه الآونة تطرح الأسئلة: كيف سنقضي عطلتنا؟ وأين سوف نقضيها؟ ومع من سوف نقضيها؟ وهل عندنا إمكانيات كافية من أجل قضاء عطلة صيفية ممتعة؟ طبعا العطلة الصيفية هي الراحة بعد العناء، وهي المكافأة بعد جهود الدراسة والمثابرة والكد والتعب. العطلة الصيفية ضرورية ومؤكدة، لأن بها يستطيع الطلبة والتلاميذ وحتى الموظفين والمستخدمين أن يحققوا التوازن النفسي وأن يحققوا الثقة بالنفس. ماذا عن أسرنا المغربية؟ الأسر المغربية معروفة بأنها أسر تحب الحياة، تعشق السفر، وتحب صلة الرحم. والناس عادة في بلادنا يتوقون إلى الاستجمام في فصل الصيف من أجل تغيير روتين سنة كاملة، لكن السفر يحتاج إلى استعداد، يتطلب توفير مصاريف وإمكانيات مادية. وبعض الأوساط في أسرنا المغربية قد تجد نفسها عاجزة عن توفير الموارد المالية الكافية من أجل التخييم والاستجمام. طبعا هناك الطبقة المتوسطة التي لها القدرة على إيجار شقق مفروشة في إطار السياحة الداخلية، وهناك أسر ربما من الأثرياء ورجال الأعمال. هؤلاء قد لا يفكرون في الجانب المادي، يقضون عطلتهم بكل فرح وسرور غالبا خارج البلاد، يجوبون أوروبا ويجوبون دول العالم بسبب وجود المال. لكن المشكل يبقى في الأسر الفقيرة والأسر محدودة الدخل، ربما قد تضطر إلى إلغاء فكرة السفر. ودوما قد يكون لأسباب مادية، أو ربما البعض الآخر قد يكون ذكي ويفكر في السفر عند الأهل والأحباب في المدن أو في البوادي توفيرا للتكاليف، ومن ثم يحيون فكرة صلة الرحم. إنها مفيدة جدا في هذه الأوضاع. صلة الرحم قد تجعل الإنسان أنه يتبادل الزيارات ويتبادل المجاملات، ونقتصد جميعا في تكاليف السفر. لكن البعض الآخر من الأسر المغربية إما فقيرة أو أوساط متوسطة للدخل، ربما لا ترضى نهائيا أنها تسمح في العطلة، فتضطر إلى الاستعانة بديون، ديون من العائلة والأحباب والأقارب أو قروض بنكية.
المهم أن تحصل على المال. وفعلا يقضون عطلتهم بسعادة وفرح، أسبوع أسبوعين 20 يوما شهرا، ولكن بعد ذلك تبدأ التعاسة عندهم لما يبدأون في رد هذه الأقساط من الديون. والبعض الآخر ربما قد يرى العطلة الصيفية لها ظروف نفسية غير مستقرة وغير سعيدة، لأنه دوما يفكر أين سوف يقضيها، وإذا قضاها كيف سوف يسدد أقساط الديون التي تفرض عليه المؤسسات المالية. فالناس أشكال وألوان، لأن هناك أسر قد لا تتوفر على لقمة العيش، وبالتالي ليس لها ثقافة قضاء العطلة الصيفية، ومن ثم تنشط الزيارات العائلية وتنشط العلاقات الاجتماعية. نحن في بلادنا ما يهمنا أكثر هم أبناؤنا التلاميذ. التلاميذ بعد سنة كاملة من التعب والمشقة فإنهم يحتاجون إلى تغيير المناخ، وهنا تأتي فكرة المخيمات الصيفية التي دأبت بلادنا على تنظيمها من خلال وزارة الشباب والرياضة. واليوم كان هناك نقاش حاد على مستوى البرلمان وأسئلة موجهة للسادة الوزراء حول هذا الموضوع، موضوع أن الأبناء من التلاميذ والتلميذات يحتاجون، حقهم في السفر، حقهم في اللعب، خصوصا أبناء الطبقات الفقيرة والمعوزة لابد أن ينالوا حظهم من الحياة. وهنا الدولة تكون مطالبة بتوفير مناخ جميل، مخيمات صيفية، إما على شواطئ البحر وإما في أعالي الجبال وإما في الغابات، وهكذا تمضي أيام جميلة وتفرح الأسر العائلية. فما قولكم أيها الأحباب الكرام؟ نتساءل وإياكم كيف تقضون هذه العطلة الصيفية؟ ما هي برامجكم مع العائلة والأحباب؟ هل أنتم من دعاة السفر خارج أرض الوطن إذا كنتم من أصحاب الثراء؟ أم أنتم من أصحاب السياسة الداخلية، السياحة الداخلية؟ أم أنتم من أصحاب صلة الرحم وزيارة العائلات؟ وخيرنا يبقى فيما بيننا. الكلمة لكم أيها الأحباب الكرام. أرقامنا كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. عدنا أيها الأحباب لنتواصل معكم، وألف ألف مرحبا. اللحظة عندنا مكالمات كثيرة وكثيرة جدا، لكن أريد فقط أن أوضح لأحبابنا الكرام بأن برنامج كلام طيب صار في حلة جديدة، وهي أنه يطرح مواضيع عامة اجتماعية نفسية عائلية أسرية، غايتنا أن نتقاسم المشاكل فيما بيننا. نعتذر من بعض المكالمات التي تتواصل معنا وترغب في أن نقيم دعاء، هذا جميل جدا وشيء مشرف للغاية، ولكن ليس هو غاية البرنامج. فالدعاء نكتفي به في ختام الحلقة بأن يكون دعاء جماعيا وليس لكل فرد على حدة، فمعذرة لكل الأحباب الكرام. أيضا بالنسبة لبعض الأسئلة الفقهية المتعلقة بالشق الديني، فنحن نخصص لها برنامج الدين والحياة، يكون صباح كل جمعة، خاص ببيان الحلال والحرام وبيان الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والمقاصد الدينية. أما هذا البرنامج كلام طيب فهو فضاء حر ملك لكم أنتم، أنكم تطرحون المشاكل التي تعانون منها لكي نتعاون فيما بيننا لإيجاد الحلول أو للتخفيف من وطأة وشدة هذه المشاكل، ونتقاسم فيما بيننا هذه المعاناة لكي نخفف من الألام، وأيضا لكي نرسم وإياكم لوحة جميلة لمستقبل باسم.
ونحن قادرون على ذلك بفضل الله وقوة الله وعزة الله. وطبعا خلال البرنامج ستكون هناك نفحات إيمانية ودعوات ربانية، لأن هي الخير والبركة. شكر الله لكم، ومعذرة لكل الأحباب الكرام. ونبدأ أول مكالمة من تيزنيت، معنا لالا مليكة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الحاج بخير، شحال لاباس؟ الله يطول عمرك لالا مليكة. لا إلك وش لاباس؟ ولله الحمد، بارك الله فيك. الحمد لله، الله يطول عمرك، الله يعينك على هذه الرسالة اللي كتنورنا بها، وكتنورنا بزاف الله العظيم، كتحيد علينا بزاف ديال الهموم والمشاكل، وكتخفف علينا بزاف بعد هالبرنامج. الله يعطيك الخير، وهذا الراديو ميد راديو تا هو، شكرا، يعطيهم الخير، الله يوفقهم، حافظك الله لالا مليكة، الله يجعلكم دائما في الصدارة ان شاء الله. يا رب يا رب. كتهضر على الموضوع ديال العطلة الصيفية. نعم، دابا العطلة ما بقاتش بحال زمان كان الناس حاجة بسيطة كيمشيو للبحر، ما كانش هذا الشيء ديال الطيور، ما كانش، كانوا كيديروا الخيام غير بالملحف. إيه، ملحف ويخيموا، يعني يعيشوا عيشة بسيطة، يعني كلشي ما كانش، ما غتكريش الله، ما غتكريش زعما بلاصة فاش كتخيم، كان نعم. كيديروا غير الملح في دورهم بالقصب، وداك الشيء كيعشي حدا شي خيبات، وفيه الناس معاشرين، وكاين في الامان، وكاين دابا ما بقاش داك الشيء. لا اله الا الله، ما بقاش داك الامان، ما بقاش دابا الناس ولا اللي بنى شي حاجه كيبغي يكريها بواحد الثمن، وكاينين الناس مساكن ما كاينش في الاستطاعه ديالهم مدابزين مع المعيشه والكري، وكاين اللي ما كاريش مدابز غير مع المعيشه ديالته، يعني الناس ولاو مضغوطين بزاف. لا اله الا الله، ما بقاش بحال زمان. لالا مليكة، شنو هو السبب اللي خلى الناس هكا مضغوطين؟ ايام زمان كنا فرحانين، كنا بسطاء، كنا سعداء، واليوم ولا كل شيء مضغوط. ما عرفت واش الخدمه اللي ما كاينه، ولا ما كايناش البركه، ما فهمتش انا، الناس ما كايناش القناعه. لا اله الا الله، ما كاينش حتى القناعه، القناعه ما كايناش بحال زمان. الناس ولاو بغاو اللي دار بغا يدير جوج، اللي بغا يدير طوموبيل بغا يدير ثلاثة، كل واحد ما بقاش قناعة. لا، كنتمنى تكون عندي غير سكنة نسكن فيها تكون ديالتي، واخا فراش يكون بسيط، واخا يكون غير حفيرة، ان شاء الله تكون حتى دار غير تراب، والله الا كنا بخير وعلى خير، ملي كنا ساكنين في الديور ديال التراب ما كاين لا حساسية، ما كاين الامراض، وعايشين عيشة بسيطة، أتاي والخبز والزيت إلا كاينة، بعض المرات ما كتكونش كاع عندك ما تعجن، كتمشي عند الجيران يعطيوك شوية الطحين تعجنو، ما بقاش داك، ما عرفتش كلشي تغير، كلشي تبدل. لا لا لا، مليكة كتعقلي راسك، أنت باقا صغيرة، باقا تلميذة، العطلة كانت كي كانت عندك، دابا الآن وليداتك ربما كيفكروا أنهم بغا يدوزوا العطلة، كتقارني بينك وبينهم، وكتشوفي المصاريف، وكتشوفي الإحساس والرغبة في السعادة. انا اصلا ما عرفتش، انا ما كنتش كندوز العطله، كنت عقلت ملي كان عندي نجحت ديك الساعه في الثاني ديال الابتدائي وفرحانه، قالوا لي غتمشي لاكادير، غتمشي عند فاميلتك، وما مشيتش سياحه، مشيت نخدم. طبعا كانوا البنيات صغار كيمشيو يخدموا، اما كيصبوا الصوف ولا كينقوا الزرع مباشره. خدامه في الدار، نمشي نجفف، ونمشي ندي الخزل في الران، ندي ولادهم للمدرسه، يعني انا ما بقيتش نرجع للمدرسه، وليت خدامه. الا عقلت عليا، انا اللي قلت لك انت كنت خدامه ب 50 درهم، راه كنت هضرت معك. اييه لالا مليكة، عقلت عليك. اييه تحرمتي من ابسط الحقوق. ولكن مع ذلك لالا مليكة الحمد لله انت متفائله، والحمد لله، اللهم لك الحمد، معنوياتك تبدو مرتفعة، اللهم لك الحمد، واخا عايشين في ديور الكري وعلى قد الحال، الحمد لله، اللهم لك الحمد، الحمد لله وشاكرين، المهم بنادم غير صحتو وشويه القناعه، شويه القناعه، شويه عندك، شويه ما تصرف حتى الا ما كاين عندك تقول الحمد لله، اللهم لك الحمد. لالا مليكة، انت هي من تيزنيت ياك؟ لا، اصلا ماشي من تيزنيت. نعم، انا غير جيت ليها. وتيزنيت دابا انت الان مقيمه فيها، الان تما كاين فيها مواطن سياحيه، مواقع سياحيه، اللي بغي يفوج تما كاين ربما. اشنو هما اهم الاشياء اللي كاين تما السياحيه، اللي ربما شي واحد بغي يكتشف المنطقه ويستمتع بالجماليه ديالها؟
ما مخلطاش انا بزاف هنا في تيزي، يعني كاين هنا قريب هنا اكلو، واحد البلاصه كيقول اكلو زوينه، البحر زوين، فيه ضيور، فيه الفيلات، فيه بزاف يعني زوين، كيمشيو ليه الناس بزاف. اييه كاين قريب ليه التامير لفت هو اجمل ما كاين. نعم قريب كلشي هنا زمان زوينه، تيزي زوينه طبيعيه وخلابه وهادئه وامنه وناسها مضيافين. نعم اللهم لك الحمد. شكرا لك لاله مليكه، شكرا لك. شكرا بداية ليا مع وليداتي، الله يعطيك الخير يا ربي لاله مليكه، الخير وضعي واحد السيده الله يعطيها الخير لي. يا ربي لاله مليكه الله يحفظك لاله، كنشكرك الشكر الجزيل ونطلب الله سبحانه وتعالى يحفظ بك الوليدات، يقر بهم العيون ويكونوا صالحين وطيبين وناجحين وفالحين، ونسأل الله تعالى أن يحفظهم جميعا بالسبع المثاني والقرآن العظيم. لالة مليكة كنشكرك أنك أعطيتنا واحد اللمحة مقارنة ما بين أيام زمان وأيام الحاضر. أيام زمان كانت الحياة بسيطة، كانوا الناس فرحانين، كانوا كياكلوا غير الخبز وتاي، وكتلقى فرحان وخدوده حمرين، وكتلقى ما عنده لا كوليسترول، ما عنده لا سكري ولا ضغط دم ولا مرض المفاصل، كتلقى بصحة وعافية جيدة. ونهار كيفكر في العطلة ما كينفق حتى حاجة، ما كاين لا ديون ولا مخططات ولا برمجة، وإنما كيدير واحد اللحاف وكيصوب قيطون وكيمشي للشاطئ البحر، والناس كيجلسوا بعضياتهم شي 11 عائلات بعضياتهم، وكان الأمن وكان الأمان وكان التعايش. ربما السؤال لماذا هذا الوضع تغير الآن وصار عندنا واحد اللهفة للاستهلاك وحب الإنفاق، ولات قلة القناعة وربما قلة البركة؟ لماذا هذا التغير الذي وقع في حياتنا ولينا كنخططوا بالورقة والستيلو وحساب ما كيخرجناش، وكنبقاو دائما كنفكروا اللي حسن منا اللي فاتنا واللي هويا أكثر منا نعيم، وكنشعروا بالحسرة. لماذا هذا التغير في الفكر وفي النفسية؟ ألا يمكن أن نرجع إلى أيام زمان، إلى الحياة البسيطة، الحياة الطيبة، الحياة السهلة اللي نفرحوا بها ونسعدوا دون أن نكلف أنفسنا عناء الإنفاق وعناء الادخار وعناء القروض؟ السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.